أحبتي في المسيح، أرحب بكم في فقرة خاصة وحنتناول فيها موضوع الأخت رهف بنت محمد الجنون الشمالي. ليش رهف تركت ديرتها وهربت لتايلاند وطلبت لجوء إنساني هناك؟ إيش اللي تشعر به الآن الأخت رهف؟ وكمان كيف يشعر أهلها وأمها وأبوها هالحين؟ طبعا شيء مؤلم ومحزن جدا إنك تشوف بنت من بناتنا تترك ديرتها وتهرب وتدور على ملجأ وحماية، مع إنه المفترض إنه حنا اللي نغيث الملهوف ونساعد كل واحد يقصدنا ويطلب الحماية منا. لأني بيوم من الأيام أنا كنت لاجئ، أكيد أعرف كيف تشعر رهف الآن، بس أنا كنت رجال وبالغ لما لجأت وكانت حرمتي وعيالي معايا. بس كيف بنتنا الغالية رهف بنت ال 18 ربيع تشعر الآن وهي لوحدها؟ تشويش، خوف على حياتها، خوف من أهلها. يا ترى الناس اللي تطلب حمايتهم حيقبلوا طلب ملفها ويعطوها حق اللجوء ولا لا؟ مو سهل الأمر، خصوصا على بنت صغيرة مثلها، وأهلها أكيد في وضع ما ينحسدون عليه. البنت عندها رمز الشرف والعفة، وأهلها الحين أكيد زعلانين على فراق بنتهم وخوفهم عليها وعلى مستقبلها وسمعتها وشرفها. رسالتي إلى رهف وأهل رهف ولكل شبابنا وبناتنا وأهالينا، حبوا عيالكم وخلوا عيالكم يحبوكم، أعطوهم حريتهم ووجهوهم بدون ضغط، وتقبلوهم حتى ولو اختاروا إيمانهم بكل حرية، ولو يبوا يصيروا مسيحيين مثلي. التغيير هو السبيل الوحيد للتطوير. استمروا بحب عيالكم، الحب يطرد الخوف. هذا مش كلامي، ولكن هذا كلام ربنا في الكتاب المقدس، يوحنا الأولى 4:18. الحب يطرد الخوف خارجا، وانت لما تحب عيالك وبناتك بتخليهم يحترموك وتكسب احترامهم وحبهم لك، وانت اكيد بتعطيهم حريتهم علشان يكونوا ناجحين في حياتهم وفرحانين. لكن ممكن انت تريد توجههم التوجيه الصحيح حسب رأيك الشخصي، وممكن تكون انت غلطان، ممكن يكون عيالنا غلطانين. لكن الحقيقة انه الكل محتاج للمحبة، وبالمحبة التوجيه دائما هو الحل الصحيح. أنا أؤمن أن الله محبة، واللي يثبت في المحبة يثبت في الله، ولا يثبت فيه. يوحنا الأولى 4:16. أحبتي وأهلي وأهل رهف وأهلي وأهل كل واحد لاجئ في الخارج، إحنا أكيد نحبكم لأنكم أهالينا ولحمنا ودمنا، لكن الظروف سمحت أنه يصير اللي صار، وهذا من المفروض يعلمنا أن نقبل الآخر في بلادنا وديارنا حتى لا نلجأ للخروج لبرات ديارنا. أتمنى أن اختباراتنا هذه يتعلم منها الآخرين، وفي الأخير أتمنى لكم كل بركة. أخوكم خالد الشمري. الرب يبارك الجميع.